استضيف هذه الكلية السيد إبراهيم سلامة مدير شعبة المعاهدات بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. موضوع المحاضرة هو دبلوماسية حقوق الإنسان، التحديات والفرص، وذلك بطبيعة الحال لتوصيف ما هي هذه الدبلوماسية، ما دورها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، الفاعلون، التحديات التي تواجهها، وإشراك طلبة الماستر والدكتورة يمكن أن توحي لهن ولهم بمواضيع إما على مستوى الماستر وإما على مستوى الدكتورة، ثم أيضا انفتاح الكلية وخاصة ماسترات حقوق الإنسان على منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.